دققوا في هذه الصورة، قد تبدو عادية لكن فيها شيئا غريبا. فمنها اكتشفت هذه السيدة أنها مصابة بسرطان الدماغ، وهذا السيلفي أنقذ حياتها. عام 2016 وخلال رحلة في نيويورك، كانت الأمريكية ميغان تروتواين البالغة من العمر 33 عاماً تأخذ صوراً لنفسها، إلى أن لاحظت في إحدى الصور ارتخاءً في جفنها. عرضت الصورة على طبيبها فأمر بإجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي ليكشف عن وجود ورم كبير في دماغها لكنه حميد. وخلال محاولات إزالة الكتلة الحميدة اكتشف الأطباء ورماً آخر يسمى الورم الدبقي، وهو ورم سرطاني يصعب علاجه ويمكن أن يؤدي إلى تلف الدماغ. أخبر الأطباء ميغان أن الورم سيستمر في النمو ببطء، وأنها ستحتاج على الأرجح لمراقبة حالتها مدى الحياة. كما اكتشفوا أنها تحمل طفرة جين PTEN، ما يعرضها لخطر أكبر للإصابة بسرطانات أخرى. فيما دخلت ميغان عداد محاربي السرطان وتستمر في علاجها وحياتها، حتى أنها أصبحت موظفة في مركز علاج السرطان الذي تتعافى فيه.